عمال، الصرف الجماعي، الحد الأدنى للأجور، موضوع الضمان، كل العناوين اللي عم يشتغل عليها الاتحاد العمالي العام مع ضيفنا رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر. أهلا وسهلا فيك عبر إذاعة صوت لبنان. أعطيكم العافية. عاد بشارة الأسمر، فمتى يعود الاتحاد العمالي بشارة الأسمر إلى رئاسة العمال عودة الابن الضال؟ بشارة الأسمر، عودة بشارة الأسمر على صهوة حصان، كل هالعناوين لما رجعت إلى الاتحاد العمالي العام، شو تعليقك؟ حقيقة رجعت إلى حيث أنتمي، ورجعت كانت ضرورية لأنه خروجي كان مش طبيعي، والديمقراطية مورست بالاتحاد العمالي العام. ليش مش طبيعي؟ كان مش طبيعي لأني أنا حكمت، لم أحاكم نقابيا، أنا لم حكمت بموضوع آخر، وهالموضوع الآخر تمت تسويته مع أعلى مرجع بالكنيسة المارونية. هلا بدنا نحكي عن هالأمر، بس حضرتك قدمت استقالتك من الاتحاد وبعدين رجعت، ليش عم ينقال إنه رجعتك منا قانونية؟ صار في انتخابات بالاتحاد وصدقتها وزارة العمل. طيب كيف ممكن هيئة حضرتك عضو فيها استقلت منها ورجعت رجعت عليها؟ لا، أنا استقلت من رئاسة الهيئة وبقيت عضو بالهيئة. بس عمين قال إنه ما فيك تستقيل من رئاسة الاتحاد وتبقى عضو بالهيئة، إنه هالأمر غير قانوني، كيف بتفسر هالشيء؟ بوقتها كانت الأمور هيك، استقلت وبقيت عضو بالهيئة. أنا استقلت من رئاسة الاتحاد، أنا عضو هيئة مكتب بالاتحاد، تم في حينه انتخاب رئيس اتحاد عمالي عام، وسألت وقت اللي كنت بالمعتقل من رئاسة الاتحاد وبقيت عضو بهيئة المكتب. طيب صحيح قانونيا اللي بيستقيل من هيئة المكتب يعني ما بيقدر يرجع لها، يعني بيستقيل من هيئة المكتب ما بيقدر يرجع لها، وهي مرتبطة برئيس الاتحاد، هالموضوع إشكال قانوني؟ تم تسويت وني بالتسوية كل شيء بيصير؟ أنا بدي أقول لك مش خارج إطار التسوية هالأمور، يعني شو بتعني الناس الجوعانين؟ يعني عم نطرح اشكاليات قانونيه، اشكاليات قانونيه ملك اصحابها، هيدي اذا في اشكاليه قانونيه فليتم مراجعه المعنيين فيها، لانه الناس بهذه المرحله عم بيفزوا على القوانين. اذا في اي اشكال قانوني خلينا نروح دائما، نحن بنلجا دائما للتشهير وبنلجا دائما لرفع الصوت عاليا بغير مكان صحيح، فلنلجا الى المراجع القانونيه. في قانون مش لازم واحد يمشي عليه 100%. طيب اليوم بهيئه المكتب، انا اقتراحي نلجا للقانون، من له اعتراض يلجا الى وزاره العمل. اليوم بهيئه المكتب اذا غبت 3 مرات عن الاجتماعات تعتبر مستقيل. نعم، مش هيدا بالقانون؟ صحيح. شو صار بالاتحاد العمالي؟ لا تعتبر مستقيل، مساءل، لا يعتبر مستقيل. مين بيزود هالمعلومات؟ ما في شيء نص صريح، يساءل اي شخص بغيب، مفترض انه ما في نص صريح. لا ما في نص بقوانين وعمل الاتحاد العمالي العام، ابدا في بهالاطار ما في نص، يعني يساءل الغائب، يسأل يعني بالتسويات، خلينا نتفق كل شيء بيمشي، تسوي على اي شيء، يعني ما بفهم شو تسوي على اي شيء، تسوي لاعاده الاتحاد العمالي العام لعمله الطبيعي، اذا هيدي تسوي مفترض انه يكون في انتخابات لرئاسه الاتحاد العمالي العام، حصلت هيدي تعتبر تسوي، ونحن كمان بهالمرحله بعد كم شهر تستحق ال4 سنوات المده القانونيه، وراح بصير في انتخابات للاتحاد من جديد، وتمارس الديمقراطية كمان من جديد. نعم، عمليا الوضع القانوني غير صحيح، لنتفق، يعني بظل اليوم يعني المسار القانوني للاتحاد العمالي العام، العودة غير قانونية، العودة السياسية فينا نقولها. مش نحن منحدد ست نوال، في القانون نص صريح بين ايدينا، القانون بتحدده وزارة العمل. طيب، صدقت الانتخابات وتبلغنا امبارح التصديق. نعم، مش نحن من ليش عم بينقال انه عوده سياسيه؟ انا شخصيا العوده السياسيه يتفق عليها من كل الاطراف، بالعكس. طيب اليوم يعني حضرتك قلت ونقال اجت بمباركه من البكركي والاحزاب المسيحيه عودتك. بكركي راس الكنيسه المارونيه تم تسويه الموضوع معها في حينه بحزيران الماضي، والبطريرك اعتبر انه كل شيء انتهى بحينه.
لأنه نحن ديانتنا قايمة على التفهم والتفاهم والاعتراف وكرسي الاعتراف. هي غفرت بس غير معنية بالملف، يعني بملف أنا العودة أنا ما طلعت بيان أنه هي ما عودتك. أنا كنت بمجلس خاص مثل ما أي شخص بيكون بمجلس خاص، وهي نكتة غير مقبولة، يمكن أول شيء بالنسبة إلي أنا غير مقبولة قبل ما توصل للآخرين. وإذا كل المجالس الخاصة بتتسرب بالعالم وكل الجلسات الخاصة بيخرب العالم. نعم. طيب اليوم يعني في أحزاب سياسية كانت داعمة عودتك، يعني فينا نقول عودة سياسية، كيف بده يشتغل بشارة الأسمر بيظل رضا بعض الأحزاب عليه؟ كيف تشتغل بالاتحاد العمال العام تتاخد حقوق العمال؟ من هي هذه الأحزاب؟ مش نحن أعضاء فيها هالأحزاب؟ مش هي الأحزاب مكون السلطة؟ كيف بدك تتحرر منهم أنت تاخد حقوق العمال؟ أنا ما قدمت أي التزام تجاه حدا. نعم. أنا لم أقدم أي التزام، وقلت أنا بكلم الكلمة اللي ألقيتها فور انتخابي أنه من يراهن على تغيير بشارة أسمر النقابي يكون مخطئ، إداء النقابي سيبقى كما هو. والدليل أنه تاني نهار انتخابي كنت بالشارع مع العاملين بوزارة الشؤون الاجتماعية على الأرض، وتاني نهار كنت بالجامعة الأمريكية. نعم. خلينا ناخد فويس مسج قبل ما نعطي الكلمة لموجز الأخبار. صباح الخير. بس فينا نعرف شو عم بيعمل الاتحاد العمال العام؟ عم بيشغل السورية يعني؟ نعم. على كل حال اليوم شو عم بيعمل اتحاد العمال العام؟ هيدا سؤال رح نطرحه على المستمعين، ورح تكون الأجوبة من ضيفنا رئيس الاتحاد العمال العام الدكتور بشارة الأسمر. اليوم قبل ما نعطي الكلمة لموجز الأخبار، انت قادر تكون حر من الأحزاب السياسية بوقت كهيكلية بالاتحاد؟ انت صوت من أصل 12 صوت بهيئة المكتب. كل التفاصيل بعد موجز أخبار 9:15. بدكن تاكلوا كيك، بسكوي، كوكيز وكتير أنواع حلو غيرهم بلا ما تعتلوا هم يزيد وزنكن وتحسوا بالذنب؟ سويت نافينك بحققلكن أمنيتكن وبيوصل لعندكن على البيت بدون أي كلفة إضافية. أصناف سويت نافينك خالية من السكر ومن الطحين الأبيض، وفيها 35% أقل كالوريز من الأصناف الشبيهة. مع سويت ناثينج صار فيكم تتمتعوا بنفس طعمة الحلو يلي بتعرفوها، وأكيد هي ممتازة ومناسبة لكل يلي معهم سكري. اتصلوا هلأ بديليجو على 01-50-25-20 أو واتساب 03-730-420 وحطوا طلبياتكم والباقي علينا. سويت ناثينج، هذا سويت تايم. خدمات كتيرة بتوفر معها جهد ووقت مع A to Z. إدارة مباني، تنظيفات داخلية وخارجية، تلميع وتشميع البلاط والباركيه. A to Z، صيانة عامة، حراسة، أمن وحماية أفراد ومؤسسات. A to Z، تنسيق حدائق، رش مبيدات وجمع نفايات. A to Z Services، دورة شارع كرومو 01-259-259-70-341-555. في كتير عم يسألوا ليش سوبريم تشيكن مش موجود بولا سوبر ماركت؟ الجواب هين، لأنه سوبريم تشيكن بيندبح كل يوم بيومه وما بيتخزن، وبيوصل مباشرة وطازة من مزارعنا بزحلة لعندكن على البيت. طلباتكن بتوصل لعندكن خلال ساعة ماكسيموم بمجرد الاتصال على 01-502-501 أو واتساب على 03-694-894. بهالبلد إذا ما بتختار بيختاروا عنك، وإذا ما بتركبها بيركبوها عنك. اليوم مع كيبل فيجن وبس ب 25,000 ليرة بالشهر صار فيك تنقع قياسك وتركب على ذوقك وتحضر المحطات يلي بتهمك بأحلى صورة HD quality. لتعرف أكثر زور موقعنا على cablevision.com.lb أو اتصل فينا على 1540. ركب كيبل فيجن، شوف كيف تركب معك. طابت أوقاتكم، موجز الأخبار من صوت لبنان. وزير
وزير الخارجية الفرنسي يواصل زيارته لبنان ويتفقد مستشفى الحريري الحكومي ويعقد لقاء حول التعليم الفرنكوفوني. الخبير الاقتصادي إيليا شوعي لإذاعتنا عن زيارة لودريان: بدل أن يطالب المجتمع الدولي سلطة فاسدة وحكومة مرتهنة بالإصلاحات، كان الأجدى المطالبة بانتخابات مبكرة تحت إشراف دولي. سامي الجميل: الهركات يتم من دون تمييز، والسلطة السياسية تعوض خسارتها من أموال اللبنانيين. بعد إصابة مختار فرن الشباك بكورونا، فحوصات لثلاثين شخصا خالطوه، ورئيس البلدية ريمون سمعان يقول لإذاعتنا: نتائج الفحوص تظهر مساء اليوم، وعلى ضوئها نتخذ الإجراءات المناسبة. مركز بحنس سجل هزة أرضية فجرا في قضاء بعلبك بقوة 3.9 درجات. الصين ترد على واشنطن وتأمر بإغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة تشينغدو. أكثر من 76 ألف إصابة جديدة بكورونا في الولايات المتحدة في الساعات الماضية. نقطة على السطر. صوت لبنان مع رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر. مجددا أهلا وسهلا فيك. اليوم قادر تكون حر من الأحزاب السياسية اللي رجعتك بوقت كهيكلية بالاتحاد؟ أنت صوت من أصل 12 صوت بهيئة المكتب. أنت قادر تكون حر بكل يعني المواقف اللي بتخدها وبالأفعال اللي ممكن تترجم سابقا وحاليا؟ سبق ومارست الحرية خلال مدة سنتين وشهرين وجودي على رئاسة الاتحاد العمالي العام. لم أتأثر بأي فريق، بالعكس كنت منفتح على كل الفرقاء، ومارست كمان هالانفتاح على الأرض. وبقول أنه حتى كل الفرقاء السياسيين بحينه الموالاة والمعارضة كانوا راضين على الاتحاد. وبذكر الشيخ سامي الجميل وبوجه له تحية بهالمناسبة، كمان بوقتها كمعارضة زار الاتحاد عدة مرات وكان له صوت مدوي من الاتحاد. الاتحاد على مسافة واحدة من الكل طبعا بيلتزم باللي بيلتزموا قضايا، يعني اللي بيلتزموا قضايا الاتحاد مع الناس بالقوانين بمراسيم بمجلس الوزراء نحن بنلتزم فيهم. هذا هي. أما أنا شخصيا على مسافة واحدة من الجميع، وهلأ كمان برجع بمارس دوري ضمن هذا الإطار. رجع بشارة الأسمر، إنما التركيبة رح تبقى نفسها، هيكل فارغ ليمثل 5% من العمال ويقع تحت سيطرة أحد الأحزاب، وكلنا بنعرف يعني، واتحاد إضافي ينضم إلى لائحة قوى السلطة في الاتحاد العمالي العام. يعني كتير عم ينحكى بهالموضوع عن إنه مش قادر تتحرر من الأحزاب، وخصوصا في حزب مهيمن على الاتحاد العمالي العام، وكلنا بنعرف من هو. إذا بدي أقول خليني أسمي، بتقصدي أنت حركة أمل. نعم، حركة أمل بالعكس هي صديقة مخلصة للاتحاد العمالي العام، وعلى رأس حركة أمل الرئيس نبيه بري دولة الرئيس، وهو بيمارس دوره يمكن بالاتحاد العمالي العام مثل ما بيمارس دوره بلبنان. هو مايسترو السياسي اللبناني. إذا منطلع اليوم منشوف بالسياسي منلاقي ما في زعيم سياسي بلبنان بيحكي مع الزعيم الآخر، كلهم بيجتمعوا ليحكوا مع الرئيس بري. الرئيس بري بهالإطار العمال الذين يمثلون حركة أمل بيقوموا بنفس مهمة الرئيس بري اللي عم بيقومها الوطنية بالاتحاد العمالي العام، وعم بيكونوا كمان نواة. بس وينو الاتحاد العمالي العام؟ متى يعود الاتحاد العمالي العام إلى العمال؟ اليوم يعني الوضع السياسي، الهيمنة السياسية على الاتحاد مش عم تخليه يشتغل. وينو غايب ب 17 تشرين بدل ما يكون هو بأول الطريق؟ ما كان موجود، بس تعودنا على خطابات وبيانات واستقبالات، بيستقبل الهيئات الاقتصادية، بيستقبل وزارة العمل. لازم يكون الاتحاد العمالي العام بقلب وزارة العمل، مش وزارة العمل عند الاتحاد العمالي العام. لازم تكون مطالباته اليوم عمال مصروفين، اليوم عم بيقبضوا ربع معاش، اليوم عاطلين عن العمل، يعني وصلت الحدود 80% بطالة. وينو الاتحاد العمالي العام؟ كان إذا طلع كيلو السكر 500 ليرة يسقط الحكومات. مشان هيك الاتحاد العام يعني السياسي مكربجته للاتحاد، مشان هيك مش عم بيقدر يشتغل مثل ما لازم.
فيني أقول أنا أنه الاتحاد عم بيقوم بواجباته كاملة. كيف؟ وينية؟ شو تحقق من يلي عمله الاتحاد؟ عم بيواكب كل الأمور التي تحصل على الساحة اللبنانية. مهم يواكب أم مهم بحينه ياخد قرارات ويمشي فيها ضد سلطة متسلطة وصلتنا لهون؟ منا نشوف السلطة عم تاخد قرارات اليوم قبل ما نقول على الاتحاد. ما انتو السلطة عم بتشرع انتو بتهزوا حكومات يعني. مثلا أنا عم بقلك هلأ نحن ورشة لتعديل قانون العمل بصالح العمال. نحن شرفنا الانتهاء من مشروع التقاعد والحماية الاجتماعية بمجلس النواب، صرنا بآخر مواد. نحن عم نواكب كل المصروفين واللي عم بيكونوا مظلومين. امبارحة بالجامعة الأمريكية أكتر عم قلك هود اليومين الموظفين بوزارة الشؤون الاجتماعية بمشروع الأسر الأكثر فقرا 500 عامل وكبتهم خلال نهار كامل. شو يعني مواكبة؟ للحصول يعني تكون حاضر معهم. نعم حاضر معهم، كنت بالشارع معهم وطلعنا قبلنا المدير العام وسوينا الموضوع. صاروا 7 أشهر مش قابضين معاشاتهم. خلينا نستقبل اتصال. مين معي؟ ألو صباح الخير. صباح النور، يعطيك العافية. يا أهلا يا أهلا. يعني شو بده يكون اتحاد العمال العام لما صاحبه لما المدير تبعه بيكون عنده رولز رويس وبيجي على الاتحاد العمال العام برولز رويس؟ هيدا أول شغلة. تاني شغلة، قديش بده يكون عم بيحس مع العمال وقديش بده يكون عم بيحس بوجعهم؟ وبعدين مواكبته للأشياء مثل ما عم بيقول حضرته، هيدا مثل القلق تبع الأمين العام تبع الأمم المتحدة، يعني انه بيقلق وهو عم بيواكب. يعني شو المطلوب برايك؟ شو المطلوب برايك من الاتحاد العمالي؟ ما في اتحاد عمالي عام. شو المطلوب؟ شو لازم يعمل؟ قسموا العمال وقسموا هيدا، ما بقى يقدروا يعملوا شيء، ما بقى يقدروا يعترضوا وما بقى يقدروا يعملوا شيء. والاتحاد العمالي العام اسم بس على مسمى. وبعدين الشغله وحده زياده كمان، عم بيقول حضرته انه هيدا مجلس خاص، انه اللي صدر منه بمجلس خاص. الانسان المحترم بيكون بمجلس خاص وبيكون بمجلس برا، مش بيحكي هالحكي البذيء اللي حكي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعه صوت لبنان. اليوم يعني عم تاخذوا عم بتواكبوا عم تكونوا حاضرين، بس السؤال يعني في ضرب اليوم على الطبقات الفقيره والاتحاد هو اللي لازم ياخذ حقه اليوم. يعني كيف بتكون تاخدوا حق هالعمال المصروفين وخصوصا عم بيقبضوا ربع معاش، وعندكم مشاريع من 2012 عم تحكوا فيها زيادة الحد الأدنى للأجور؟ يعني اليوم كيف بده يصير هالشي واقع؟ شو برنامج اليوم بشارة الأسمر لاستنهاض الاتحاد العمالي العام وليرجع الاتحاد العمالي العام يمارس دوره المطلوب منه؟ نحن بواقع اقتصادي صعب، ونحن مع تعاقب حكومات منذ الاستقلال لليوم لم تؤسس لدولة. وهذا الانهيار اللي عم نشوفه اليوم نتيجة تراكمات ونتيجة سياسات مالية واقتصادية خاطئة أدت إلى هالانهيار الفادح. نعم. عدا أنه نحن فيني أقول نحن مجموعة من البشر لم نقدر أن نكون دولة، ما كوننا كيان. نحن مجموعات، كل شخص نظرته للدولة مختلفة عن الآخر. لذلك مسألة الإعلانات والعناوين العريضة والتصريح الكبيرة ما بتفيد. نحن مجموعة لازم نلتقى على حد أدنى. الحد الأدنى اللي لازم نلتقى عليه نظرتنا للبنان. عندنا نظرة نحن مشتركة للبنان الوطن، من هون تنبع الأمور. بظل هالانهيار الكبير عم نطلب من الاتحاد العمالي العام معالجة على مستوى الوطن؟ لا، عم خليني أقول أنا عم نطلب منه يكون حاضر الاتحاد، حاضر الاتحاد بكل المكامن، بكل المكامن حاضر بكل. بس وين شو حضوره فعال؟ حاضر وحاضر وفعال. الحد اللي بيسمح له الواقع الاتحاد ما عم بيأثر. نعم. ما عم بيأثر. يعني هيدي خلينا ناخد فويس مسج. قصة ما عم بيأثر دكتور بشارة أسهل عم نحكي عنها. قلنا من الألف للياء شو عم بيعمل الاتحاد العمال العام بالموظفين اللبنانية بالعمال اللبنانية؟ بس يصير عمره 63 سنة بطل حدا يشغله يعني. شكرا لك. كمان اتصال. مين معي؟
يعطيك العافية ست نوال. أهلا وسهلا فيك. بدنا التركيز على دور الاتحاد العمالي العام اليوم بمحاسبة المسؤولين. الحركة العمالية هي الحركة تاريخيا اللي بتسقط حكومات، بتحاسب، بتهز العصا. اليوم وين دوره؟ شو بتلاقي؟ كيف لازم يكون دوره؟ ست نوال، أنا بكل صراحة عندي سؤال صغير لرئيس الاتحاد، مع احترامي لألهم ولكل مجلس الاتحاد. هني مقتنعين انه اللبناني مقتنع في اتحاد عمالي بلبنان ست نوال؟ هذا اللي صار وقبل سنة، من قبل 17 تشرين كل العالم قاضي ببيوتها، معامل قاضي ببيوتها، كل العالم قاضي ببيوتها. والأستاذ بشارة مع احترامي لألو بيقول في اتحاد عمالي بلبنان. شكرا. اللي صار بالجامعة الأمريكية بيسقط دول. يعطيك العافية. شكرا. طيب هيدا بموضوع يعني الموظفين بالجامعة الأمريكية، يعني كلنا شفنا دموع للموظفين. شو عم بتعملوا اليوم؟ اجت عندكم وزيرة العمل، كيف عم تواكبوا هالمسألة؟ أنا ضد الصرف المطلق، وخاصة من الجامعة الأمريكية. والجامعة الأمريكية تملك الملاءة المالية، كل الناس بتعرف، وتلقت مساعدة 20 مليون دولار قبل بشي جمعتين. طبعا كمان معنا المستندات لنثبت هالشي، بس هذا ما اللي عم نسمعه. 10 ملايين للجامعة و10 ملايين للأيو اتش، مساعدة كمان للطلاب ستودنتس ودورمز بالجامعة. فإذا عملية الصرف بالجامعة عملية مرفوضة كليا، وكان مطروح صرف 1800 شخص من الجامعة. تدخل النقابة وتدخل الاتحاد العمالي العام خفض هذا العدد حتى 623 شخص. كمان مش هي العدد 623. بدي كمل شوي، انه بنفس الوقت كمان رئيس الجامعة واكب عملية المفاوضات التي كانت تحصل باتصالات سياسية على اعلى المستويات وضغوطات على اعلى المستويات. نحن بقينا على رفضنا، ونحن كاتحاد عمالي عام نرفض هذا الاتفاق جملة وتفصيلا، وخاصة انه كمان في مراجع بتقول انه الجامعة تملك كمان ملاءة مالية كبيرة خارج لبنان. انما بدنا نطلع على واقع مهم كمان اقتصادي بالبلد، هو عم يلقي بظلاله. بنرجع بنقول بس مش مسموح الجامعة الأمريكية هي تبادر لهالموضوع. خلينا ننتقل لنسمع وزير الصحة عم بيحكي عن جهوزية المستشفيات الحكومية بمواجهة كورونا. اليوم بأهبة الاستعداد ليستقبل حالات كورونا اللي صارت منتشرة بكل المناطق اللبنانية، واللي قلنا بدنا نتعايش فيها ولكن على طريقتنا مش على طريقة كورونا. بدنا نتعايش فيها بقدر أنه نحن نتحمل معنويا ولوجستيا قدر الإصابات وعدد الإصابات. ما فينا نتركها هي على عنانها، هي تركض قدامنا ونحن ما نلحقها. بدنا نضلنا مسيطرين عليها. نحن سابقا إلى ما قبل 1 تموز تاريخ فتحنا البلد، نحن فعلا كنا مسيطرين، وكنا من الأوائل الدول من بين 15 بلد بالعالم اللي كنا مسيطرين على كورونا ومتفوقين عليها. اليوم فتح البلد، البلد بلش ينتعش، البلد بلش يعيش، الناس بلشت تطلع من الضغوط النفسية والاجتماعية والاقتصادية اللي عاشتها. ولكن لازم نكون وعي أكتر، حرص أكتر، ولازم يكون كل شيء تدربنا فيه خلال 4 أشهر تدربنا سوا كيف بدنا نلتزم، كيف بدنا نواكب، كيف بدنا نهتم، كيف بدنا نحتضن. لازم نحن هلأ فعلا. شكرا. كنا عم نسمع حمد حسن وزير الصحة عم بيحكي عن تأهيل المستشفيات الحكومية لاستقبال مرضى كورونا. منتابع اليوم مع ضيفنا رئيس الاتحاد العمالي العام دكتور بشارة الأسمر. اليوم يعني مثل ما سمعت، كيف بدك ترجع الثقة للاتحاد العمالي العام من بعد ما سمعنا أصوات الناس عم تقول إنه فقدت الثقة، خصوصا بشكل تدريجي، وخصوصا من بعد يعني ثورة 17 تشرين، بدل ما يكون الاتحاد إلى جانب الثوار كان فقط عم بيطلع بيانات. أنا برجع بأكد إنه الاتحاد سيكون حاضرا بكل المواقع للدفاع عن عمال لبنان، مثل ما كان سابقا حضرنا دفعنا عن عمال المطار شركة غلييني 2000 شخص، عمال المعاينة الميكانيكية،
عمال والموظفين بالمستشفيات الحكومية. هلأ معالي الوزير بمستشفى بعبدة برجع بقول انه نحن كنا المبادرين الى الدفاع عن المستشفيات الحكومية وضرورة تعزيزها، المياومين، الموظفي القطاع العام. بس عم بيقولوا انه او بالطريق يعني عم تكونوا معهم او انه بتطلعوا بيانات، بس بالواقع ما في شيء يعني ملموس على الارض، ما في تنفيذ. نقدر نسأل هالعمال عم بسميهم انا، بنقدر نسألهم. وجودنا معهم كان اساسي وكان مهم جدا لنقدر نخرج الاتفاقات اللي حميتهم. وهلأ رح منكون أكتر وأكتر، ومن هون دعوي أنا بوجه من صوت لبنان للتفاعل مع الاتحاد العمال العام، مش بطريقة سلبية. نعم. اليوم البلد مشرزم، الأحزاب مشرزمة، وهي موجودة بقلب الاتحاد يعني بهيئة المكتب كلها. بس أحزاب بيخلوكم تشتغلوا، عم بيتركوا الأمور، عم بيحطوا حزبيتهم على باب الاتحاد، وعم نشتغل سوا في سبيل تحقيق الممكن بهذه الظروف الاقتصادية الصعبة. يعني أنا أمام بدل محاكم الاتحاد العمال العام على سلوكيته، ليش ما بحاكم النواب على سلوكيتهم، للناس اللي اختارتهم؟ ليه ما بحاكم مجلس الوزراء على سلوكيته، المجالس كلها اللي تعاقبت؟ ليه ما بحاكم كل المسؤولين عن اللي تسببوا بهالانهيار؟ مين بده يحاكم؟ العمال. لا نحن مش عم نقصر، نحن بدرنا وعنا نحن 11 دعوة بمجلس الشورى الدولي، بدءا بأعلى المسؤولين. No. وما قصرنا. وهلا انا بقول انه كل شخص، كل مسؤول راح بخالف راح منقضيه كمان امام القضاء. طيب اليوم الاتحاد العمالي العام، الواقع اللي عم بيعيشه البلد يعني واقع ميؤوس منه، يعني المواطن او العامل اللي عم بيشتغل، حتى هيدا اللي عم بيشتغل بحد ادنى بيسوى دولارين بالنهار، شو المطلوب بهالواقع اليوم؟ عودتك تزامنت مع الاف المصروفين في نزيف للصرف اليومي، شو بده يعمل الاتحاد باتجاه الظاهره وكيف ممكن يوقفها؟ خلينا ناخذ الجواب من بعدها. الاتصال 54 قلنا شو دور الاتحاد العمالي العام وشو الدور اللي بيقدر يقوم فيه. تفضل. يسعد صباحك انت ضيفة الكريم. نعم اهلا وسهلا فيك. اول شغله مع احترامي للموجود حدا الضيف اللي معك، نحن ما عندنا اتحاد عمالي عام. نعم. بس بحب اساله سؤال، شو رايه بالعمال الاجنبيه بالسوبر ماركت بالبلومبات؟ يمكن هو ما بيعبي بنزين، بيبعت شوفير يعبي له بنزين. بحب اساله شو عمل بقصه زودات على المعاشات. العالم صارت على الطرقات، العالم اتبهدلت، العامل اتبهدل، مش حتى العامل، ان احنا مقدمين مشروع قانون ومقدمين. لا تقدم مشروع قانون ولا شيء، انتو مالكم اتحاد عمالي عام، انتو بهدلتوا العامل اللبناني، تدعيوا انه انتو. شو المطلوب منه؟ شو لازم يعمل؟ طيب شو لازم يعمل؟ جيبوا ناس نضاف، ناس تشتغل. لما كان يحكي اتحاد عمالي العام، الناس بدوقي، الناس بحكمات، هون شو عم بيعمل؟ كلهم محسوبيات. نعم. قاف وقاف وقعد. شكرا لك. لا انا يعني هودي كبسه زر. نعم شكرا لك. يعني ليش النظره، كيف بدنا نصلح نظره الناس للاتحاد العمالي العام دكتور بشاره الاسمر؟ بدنا نكون مع الناس اكثر واكثر. نعم. ونواكب لهم مشاكلهم، ومثل ما قلت عم بوجه دعوه كل شخص عنده مشكل بخصوص صرف تعسفي، بخصوص شو بده يعمل، وين يتصل؟ يراجع الاتحاد العمالي العام، راجع الاتحاد ابوابه مفتوحه للكل، وعم بيكون حاضر بوزارة العمل، وعم بيكون حاضر بكل الأماكن حيستدعوا الحج. إنما ما فيني أقول واقع مهم، نحن عم نعيش أزمة اقتصادية أكبر من كل المؤسسات اللي هي بالدولة اللبنانية. نعم. اليوم يعني كنت سألتك يعني تزامنت عودتك بوضع ميؤوس منه ألاف المصروفين، نزيف للصرف اليومي، شو بدك تعمل تجاه الظاهرة؟ إجت لعندكم وزيرة العمل، شو نسقتوا معها؟ أنا هون متوجه نحو الحكومة، ومتوجه نحو الحكومة بمرسوم إعادة إحياء المرسوم 77 على سنة 7 اللي هو سنة 77 بأبان الحرب الأهلية اللي هو بيمنع الصرف. نعم. هيدي على صعيد الأوانين، وعم ننسق هالموضوع مع وزيرة العمل، وحضورنا الدائم على الأرض هو البديل عن كل شيء، والحضور الدائم بقوة مش بالكلام. وبعض المتصلين معهم حق انه الكلام بهالمرحلة قلت ما بيفيد، والبيانات مثل ما تفضلتي وقلتي ما بتعطي اي شيء. لازم يكون في حضور فعلي على الارض دايم مع قوة تواكب الاتحاد، لانه هالقوة هي اللي بتوصل
لنتائج. احيانا الحوار بلا قوه ما بيعطي نتيجه، خاصه مع الهيئات الاقتصاديه او مع المراجع الرسميه. الاتحاد وقت اللي بيكون حاضر بقوه بيقدر يحصل اموره. هيدا اللي عمله. اتصال مين معي؟ مرحبا. مرحبتين. معي جود. تفضل. بوجه تحيه للاستاذ العظيم والنقيب العظيم. نعم، بحكي لنا اليوم عن موضوع اتحاد شو بيقدر يعمل. السؤال انه شو بيقدر يعمل؟ تعرف الماريونات انت كبير العائله كيف بتكون، كيف بحركهم؟ بس انا بدي اقول له شو لك، شو صاير عليك تطلع اذاعه او مقابله؟ شو صاير عليك؟ شفت لك شي واحد عم بيقول لك مثلا يعطيك العافيه عم تشتغل صح؟ شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. نعم، يعني اليوم في نظره للاتحاد العمال عم كيف بدنا نبيض له وجهه؟ بلو في عندي انا بعض الامثله وعطيت يعني مثل عمال غلاييني بالمطار اكثر من 2000 عامل ساهمنا مساهمه كبيره، عمال المعاينه الميكانيكيه، عمال المستشفيات، المياومين، عمال الريد شو، عمال شركه دباس، وغيره وغيره من الناس اللي مورست عليها ضغوطات وقدرنا نخلص هالموضوع. واكبر انجاز لنا نحن عملناه بوقتها هو سلسله الرتب والرواتب. شو المطلوب من الاتحاد العمال العام؟ هيدا سؤال احنا ما نرجع نكرر اتصالات يعني، بس شو المطلوب منه اليوم؟ رقمي بينتهي بصفر 7. تفضل، شو المطلوب من الاتحاد العمال العام؟ الو بونجور. بونجورين، سؤالي رد على جواب سؤالي. نعم، مطلوب من اتحاد العمال العام يعلن أنه أداة بيد السلطة والمتزاعمين وهؤلاء الزعماء الذي يشكرهم كل واحد من على منبركم وغيره مثل جنبلاط والأستاذ بري والأستاذ حبيب. ليه بالنحوي؟ ليه بالنحوي؟ ليه بالنحوي؟ لأنه مدام حتى يفهم القاسي والداني أنه ما في شيء اسمه مؤسسات في لبنان، في 7-8 زعماء هني دايرين اللعبة وصلونا لهون. شكرا لك. اتحاد العمال العام بيحترم حاله، يروح يستقيل ويعلن براءته من هؤلاء، مش شكرا. يشكر فلان وعلان جاي في على العمال الاجانب عم بيشتغلوا هون 3 مليون عامل اجنبي يستحوا بقى. شكرا لك. 3 مليون اليوم عامل اجانب بلبنان، طيب شو عم تعملوا؟ كيف عم بتنسقوا؟ ما وزير العامل اجنبي بلبنان بالوضع اللي نحن فيه، العامل الاجنبي اللي بيقبض 200 دولار او 300 دولار ما بقى في اي رب عمل او اي منزل يامن هالمبالغ للعمال الاجانب، وبالتالي نرى ترحيل جماعي للعمال الاجانب من لبنان. اما السوريين ندعو الى حوار مع بين المسؤولين بالبلدين اللي حتى نوصل لحل لقضيه العمال السوريه. نعم، ما فينا يعني اذا هيدا وجود ناتج عن احوال خاصه بسوريا، لا قدرة على الاتحاد العمال العام على حله هذا الوجود السوري بلبنان. هذا بده حوار بين حكومتين. بعد بدنا نتحاور، ما تحاورنا كتير وحكينا كتير يعني. شو الحل؟ خلينا طرحت مقولة كتير مهمة، يعني دايما نحن شاطرين كتير بالانتقادات. شو الحل؟ الزعم اللي عم نسميهم نحن انتخبناهم، بكرة بعد سنتين منذكر بعضنا انه بس نروح على الانتخابات بنرجع بنعمل نفس الأسطواني وبنرجع ننتخب نفس الزعماء أو أولادهم كمان أو أولادهم. نعم، بالتوريث التاريخي. طيب اليوم الدولة رفعت سعر النقل 3000، رفعت كيلوات المزود كمان، ربطة الخبز، الاتحاد معني بهالمسائل، يعني شو بده يعمل؟ دعينا الوزيرة لحوار مع الهيئات الاقتصادية. الحوار من 2012 مع الهيئات الاقتصاديه بموضوع الحد الادنى للاجور. كلنا وصلنا يعني من 2012 لليوم نحكي عن الحد الادنى للاجور صار بيسوى دولارين. تقريبا سنه كنا وصلنا الى قواسم مشتركه. بس ما كان وين القواسم المشتركه؟ هني بدهم على الشطور وانتم مش موافقين عليها. نحن بدنا على الشطور، هني مش موافقين عليها. ايه مش موافقين عليها. هني موافقين بس على رفع الحد الادنى للاجور. شو الحل الاخر؟ الحل الاخر الاضرابات او التظاهرات او قد نلجا الى هذا الواقع. بس خلينا بالاول نقعد بهذه المرحله الدقيقه لنتفاهم نحن وياهم. طب قعدتوا مع الهيئه الاقتصاديه وقعدتوا مع وزيره العمل وصار في اجتماعات على فكره، يعني هل صحيح مستشار وزيره العمل هو من اعضاء مسؤولين كمان بالاتحاد العمال العام؟ أنطون عضو بهيئة المكتب، عضو بهيئة المكتب ويقدم بعض النصائح النقابيه بوزاره العمل لا اكثر ولا اقل.
شو المطلوب من الاتحاد العمال العام بهالوقت لياخد حق العمال؟ خلينا نستقبل اتصال، جاوبوا على سؤالي اذا سمحتوا. مين معي؟ صباح النور. على السؤال جاوب، يعني ما بدنا نطلق اتهامات. لا لا، ما بدنا نطلق اتهامات ولا شيء، انا بدنا نعرف بس كيف ينتخب اعضاء الاتحاد العمال العام، لانه ما بنعرف. حكينا بالبدايه يعني ما بنعرف كيف ينتخبوه للرئيس كمان، وباي صفه بينتخبوه، انه باي مؤسسه بيعمل لحتى يكون عامل لحتى يترأس العمال. وشغله ثانيه، الاتحاد العمال العام تابع، هذا اتحاد سلطوي، اتحاد للسلطه، تابع للسلطه، وعم بيقول عم بيدافع انه والله الرئيس بري بيشارك بالاتحاد العمال العام وقلبه على العمال. لا، مش مزبوط هالحكي، قلبه على مصالحه الخاصه، وبدليل هيديك اليوم عشان قصه المعاينه الميكانيكيه عم بيشيلوا، بدهم يشيلوا شركه فال، بدهم يجيبوا شركه دمش. يعني ما يكون استنسابيين. والعالم بطل بغشيني، العالم هلا بوجود السوشيال ميديا بطل فيكم تستعملوا طريقة ايام زمان وايام تبويس اللحى وتمرير صفقات. نحن الاتحاد العمال العام ما بيمثلنا، الاتحاد العمال العام لازم يكون اقوى من هيك. الاتحاد العمال العام بدل ما يكون عنده يروح عند النواب، لازم يكون عنده نواب بالبرلمان، اقل شيء 10-15 نايب. اذا انتم هالقد واثقين بالعالم انه هي بتحبكم وهي معكم، انتم لازم ترشحوا انتم الحزب الشيوعي. ما الحزب الشيوعي كمان بين الايد وبصت العمال، بس بيتذكر واحد ايار ينزل على الساحه بقول يا عمال لبنان اتحدوا وهالقصص هيدي. نحن تعبنا، نحن ما بقى في حدا ينصرنا لا على رب العمل تعولنا ليدافع عنا. ما يعني وعين نحن بشاقوفين الدوله ورب العمل علينا، يعني ما والله تعبنا، العالم تعبت، العالم اذا بتحل هلا فيها بتسافر من ورا هالكونتينات اللي عم تصير علينا. نعم. شكراً لالي. شكرا. اليوم العالم تعبانة، بدأ مين تستنجد فيه؟ أنا بقدر هالصرخة 100%. يعني لو الاتحاد بألف خير كانت العالم عم تستنجد فيه. أنا بدعي صاحب الصرخة لأنه صرخة من القلب، والهيئة أنه في ظلم واقع بالشركة أو المؤسسة اللي عم بيشتغل فيها، خلي يراجع الاتحاد العمالي وبشوف إذا الاتحاد بيوقف معه ولا لا. دعيت إلى رعاية الحوار لأبعاد الغلاء الفاحش عبر زيادة الأجور، منح التعليم، تحسين النقل، ديمومة العمل. طيب كيف بده يطبق هودي بظل دولة مفلسة؟ كيف أعطيتيني السؤال ونفس الشيء أعطيتيني الجواب بنفس الوقت. بس بعدكم عم تدعوا، يعني شو اليوم العمل؟ شو العمل أمام زيادة تغيير النظام؟ يعني أمام الزيادات اللي عم تحصل. نعم. أنا بدي أدعي لزيادات بالمقابل، وبدي أدعي لسلي من الزيادات، تشمل الضمان، تشمل النقل، تشمل التعليم، تشمل المستشفيات الحكومية. ما عندنا خيارات أخرى، خيارات الأخرى يمكن أن نروح على بيوتنا كلنا سوا، بس الأجدى أنه المسؤولين أن يروحوا على بيوتهم اللي فشلوا بالمعالجات. طيب خلينا ناخد 611، شو دور الاتحاد، شو مطلوب منه؟ تفضل 611. أهلا، تفضل. صوت مش واضح، صوت مش واضح. بتمنى مني تذكري لضيفة الكريم بأسعار اللحمة والعدس، لأن هو هيئته ما بيشتغل، بيبعت شوفيره أو بيبعت الصانع، بس ذكري بالأسعار وقليل التربيس غلي، صارت 3000. بس حكينا عن هالموضوع، حكينا. شكرا لإلك. ما وقت لهالموضوع. نعم، شكرا. ما وقت يقعدوا يتحدوا على رجال. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. حكينا عن غلا السيرفيس وغلا كمان. اتصال مين معي؟ انقطع الخط جورج. يعني اليوم بالتقيت وزيرة العمل، طلبت تفعيل جهاز التفتيش بالوزارة لحماية العاملين وتطبيق القوانين. طيب اليوم يعني هذا موضوع قديم جديد دائما بنحكي فيه، يعني وين القطب المخفية بهالملف؟ مفتشين مش موجودين، بنضلنا نحكي، يعني عم نشتغل المواضيع. الصرف عم بيكون أو صرف اقتصادي لدواعي اقتصادية أو صرف تعسفي. نعم. وبالحالتين عم بينعكس سلبا. اليوم مثلا الصرف اللي حصل بالجامعة كان مفترض يواكب بوزارة العمل بتحقيق. يعني قالت وزارة العمل أنه تدخلت وخففت من حدة الصرف اللي كانت يعني فوق 800 خففتها. ببلد مفلس، يكاد يكون مفلس، كل القطاعات متوقفة، شو ما ننتظر؟ بس اللي عم نقوله انه مفترض كمان نفعل الحوار ونفعل الوجود القوي للاتحاد لنقدر نواكب هاي المرحلة، نقدر نخفف معاناة هالعمال الى حد معين. انما انا في عندي مؤسسات عم تفلس، شو بعمل اذا في مؤسسات عم تفلس؟
بروح بجتاح المؤسسات وبفرض على صاحبها، عدا عن انه خلال العشرات السنين رؤوس الاموال بلبنان مارست واقع سيء جدا جدا، تهرب ضريبي، عدم دفع للضمان الاجتماعي، تهريب اموال الى خارج لبنان، دولة ما كانت موجودة. طيب اليوم اللي بموضوع يعني الحد الأدنى للأجور، يعني اليوم مناسب نطرح إنه تصحيح الأجور بالقطاع الخاص صححت بالقطاع العام وما تصححت، ومن 2012 عم بتنادوا بتصحيح الأجور، وين لجنة المؤشر؟ شو قلتوا لوزيرة العمل؟ ليش مش عم تدعي لجنة المؤشر؟ دعينا لجنة المؤشر إلى انعقاد وسمينا، هلأ رح تنعقد قريبا جدا. شو رح تعمل؟ قادرة ترفع الأجور بظل مؤسسات اقتصادية؟ منا نحكي يعني عم بيقولوا المؤسسات انه وفي مؤسسات كتير عم تعطي نص معاش وربع معاش، وفي مؤسسات فللت كل الموظفين، وفي مؤسسات فلست، الصناعة وقفة، التجارة وقفة، التصدير واقف، يعني الزراعة مش عم نقدر نصرف زراعتنا، البطاطا وكل المنتجات الزراعية عم تنكب بالأرض بالبقاع. طب هيدي بدها علاج على مستوى دولي، الاتحاد العمالي العام بواكب السلة الغذائية، امبارحة بتنقر سلة غذائية بغياب الاتحاد. طيب السلة الغذائية لأنه يعني بيعتبروا كأنه مش موجود. هلا تغيرت المعادلة. طيب خلينا نستقبل اتصال من معي. صباح الخير. الو صباح الخير. الو ايه تفضلي. حبيبتي قولي له للاتحاد العمالي العام يشوف لنا هالسلة الغذائية اللي فرحانين لي فيها وجايرين بالبلد عم يطعموا الفقراء، وللفقراء اخذوها تجار الكبار والنواب والوزراء، ونحن بعد ما شفنا لا سلة غذائية ولا في سلة غذائية. دولار التجار صار على 20,000، بتفوتي على الغرض 20,000 اليوم، دولار التجار 20,000، حاج يكذبوا بالدولار، الدولار بعده على 7,000، صار دولار التجار على 20,000، روحي دوريني على الدولار، على الدولار. شكرا لك، اهلا وسهلا فيكي. اليوم يعني كمان في كتير اتصالات، رقم بينتهي ب 52، تفضل. شو مطلوب من الاتحاد؟ هلا رح اقول لك شو مطلوب. المطلوب هو انه اي واحد بموقع مسؤول وما بيقدر يشتغل يتفضل يستقيل، يفل على ما مقبول انه يطلع واحد مسؤول على الراديو او على التلفزيون ويقول ما خلونا. بدي اعتذر منه للاستاذ، يعني نحن بنحترم ما بنقرب على الشخصي، بس انا بعرف انه اي واحد ما بيقدر يشتغل يتفضل يستقيل. لما هو بيستقيل وغيره بيستقيل وغيره بيستقيل، يعني عم بيقدموا لنا اعذار اقبح من ذنب، انه عم بيقولوا انه المنظومه هي ذاتها. طب ما انت ما تلحق المنظومه، يعني انه بالانتخابات ما تلحق الزعمه تعولك، اشتغل من راسك، ما عاد تشتغل من راسك استقيل، يعني بكل بساطه. نعم. شكرا لك، هيدا هو الحل بالنسبه لإلي. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك عبر اذاعه صوت لبنان. يعني اللي ما بده يشتغل ويكون حر وياخد حقوق الناس يتفضل تستقيل. شو تعليقك دكتور بشارة؟ أنا موافق 100% على هالطرح. نعم. اليوم عم ينقال أنه مفروض بالاتحاد العمالي العام يترك وزارة العمالة يعالج مسائل الصرف زيادة الأجور، كمان ما بقى يهمنا اجتماعات مع هيئات اقتصادية، بدنا قرارات، ما بقى يهمنا نطلع بيانات، بدنا قرارات منفذة اليوم. يعني هيدا اللي مطلوب من الاتحاد. طيب اليوم حضرتك جيت بأسوأ مرحلة عم يشهدها العمال بلبنان، يعني شو رؤيتك اليوم لاستنهاض؟ يعني قادر تستنهض الحركة العمالية؟ شو الدور المطلوب؟ كيف بدك تحل المشاكل؟ شو الأدوات اللي بإيديك لتنفذ اللي عم توعد فيه؟ يعني اليوم هيدا اللي عم ينطرح دكتور بشارة الأسمر. أنا بدي أقول إنه أنا رح كون مع عمال لبنان على الأرض بكل مشاكلهم، رح واكب الصرف، رح جرب إني أمنع الصرف مطرح ما بقدر، بالمقابل بدعي عمال لبنان للتضامن مع اتحادهم. إذا العمال موحدين حول اتحادهم بيقدروا يصنعوا المعجزات. ديش بدك وقت حتى تعيد الثقة؟ اليوم الثقة مفقودة بالاتحاد مثل اتصالات المستمعين، كيف بدك ترجع تعيد الثقة؟ الثقة بقدر استرجعها بالممارسة. إذا ممارستي كانت واضحة وصريحة وشفافة وأدت إلى نتائج نسترجع الثقة بوقت قريب جدا. شو الخطوات اليوم؟ اعطينا رؤيتك لأموال المودعين محجوزة بالمصارف،
يعني ما شفناكم ظهرتوا قدام شي مصرف على الكابيتال كنترول غير الشرعي، يعني احتجاجا كمان على الغلاء. أنا عملية المصارف أول من بادر إلى المظاهرات واقتحام المصارف لحتى تحصيل حقوق المودعين والموظفين، أول شخص مارسها أنا. نعم. وبعتقد أني دخلت إلى 3-4 مصارف بالقوة وعنوة في حينه، وهلأ مستعد أعملها. وهون بعد أعمل إشارة أنه التعاميم اللي عم تصدر عن المصارف هي تعاميم غير قانونية، وحجز أموال المودعين والتصرف بأموال المودعين وإعطاؤهم الأموال حسب التعاميم كمان غير قانونية، خاصة أنه بيقابلها يمكن بين مصرف لبنان وبين المصارف اللي عملوا لهم الهندسة المالية تمسك بالقوانين، وممتازين المصارف على أساس حصلوا على 12 مليار دولار هندسات مالية وبيتصرفوا فيهم على هواتهم ضمن 2% فايدة. أما أنا بحاسب المودع الصغير على 10,000 دولار حاطتهم، رح بيكون في إلنا موقف بهالإطار. خلينا ناخد اتصالين بعدين رح ارجع لك. احمد من هولندا، مين معي؟ الو بونجور. بونجور انت. يا هلا، شو المطلوب من الاتحاد العمال العام؟ المطلوب انه انا كنت عم بشتغل بشباط، اشتغلت جمعة عند بالزوق، رحت على وزارة العمل عم طالب حقي، ما طلع شيء منه، صاروا يأجلوا المحكمة يعني. رحت جمعة الماضي على الاتحاد العمال العام، عم يعني قال لي المندوب لتلفن له لشوف شو صار، عم تلفن له حتى ما عم بيجاوب علي. كيف بيقول مسيو بشارة أسمر أنه نحن دغري بنعمل ودغري ما حدا بيجاوب عليك؟ في يعطيني رقمه مسيو بشارة أسمر سلولار لحتى أحكي معه مباشر؟ أنا تحت الهواء. أنا بعد نص ساعة بكون بالاتحاد، إذا بتحب تجي لعندي أنا حاضر. طيب أنا اسمي سركيس سركيسيون، بخلوني فوت لعندك؟ معلوم بخلوك. كيف بخلوك؟ هو اتحاد للناس هيدا، هو اتحاد لمين الزعماء؟ أنت نظيف مسيو أسمر، بس يمكن الموظفين مقصرين بشغلهم، ما حدا مقصر. العمل بس توصل على الاتحاد بتلاقي الأذان الصاغي، جرب وبتشوف. طيب أنا جربت أول مرة، هلأ ببيروت وهلأ طلعت على برمينة، رح انزل اتعذب عندك تستقبلني. أهلا وسهلا فيك. يا ما قالك أوكي أهلا وسهلا فيك. كمان اتصال آخر، مين معي؟ ألو، أحمد من هولندا تفضل. ستة صباح الخير لك، لو فيك. يا هلا. حبيت بس أنا أعطي ملاحظة صغيرة. رئيس اتحاد العمال العام هون بهولندا من فترة عملوا استفتاء بهولندا، من هي أقوى سلطة بهولندا؟ بين 18 مليون شخص عملوا استفتاء، طلع رئيسة الاتحاد العمال العام بهولندا هي أقوى سلطة بهولندا، يعني أقوى من الملكة وأقوى من الوزارة وأقوى من النيابة وأقوى من البرلمان وأقوى من قيادة الجيش، يعني هي كانت السلطة الأولى. انا بس عم بقول له للاستاذ ضيفك انه انت هلا بلبنان انت بالفعل عندك اقوى سلطه بالبلد، يعني انت قادر تعمل كل شيء مش انت بدك اياه، العمال بدهم اياه. يعني مطالب العمال معروف بلبنان من 17 تشرين لهلا، حكومه تكنوقراط، حكومه حياديه ما فيها احزاب. هيدا انت قادر، انا اتحداك انك تنزل العالم هلا ترجع على الشارع، لانه انت عم تحكي مع حضرتك عم تحكي دائما انه بنجرب وبنعمل وبندعم. حضرتك جنابك قادر تنزل البلد كلها على لبنان على بالارض على الطريق من هذا واحد كلمه واحده، يعني انت قادر بيومين تشكل الحكومه اللي بدها اياها هي المعارض الشعب، يعني انت قادر بيومين. حضرتك انت مش عارف قوه مركزك بعتقد بلبنان، انا عم بقول لك هلا هيدا هو قوه مركزك بلبنان، قادر تعمل كل شيء بده اياه العامل بلبنان. وهذه مداخلتي وعجلونا على المقاطعة. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك، تفضل دكتور. يعني نحن بالمداخلة اللي سمعناها كأنه عايشين بالجنة مش عايشين بلبنان. لبنان بلد مركب من طوائف ومذاهب وأحزاب، تركيبته كتير معقدة، وبكتفي بهالقدر من الإجابة. طيب أموال التعويضات بالضمان ما إلا قيمة، الناس عم تقبض تعويضاتها، يمكن ما بيطلعوا شيء قدام العمل المضني اللي صحيح قاموا فيه خلال سنوات عديدة. شو عم تعملوا؟ فقدت التعويضات إمتى؟ ونحن عم نحضر مشروع عم ندرسه بالاتحاد لحتى التعويضات ترجع تسترجع إمتى. هالمشروع بحاجة لتعاون من حاكم مصرف لبنان ومن المصارف، وطلبت موعد من حاكم مصرف لبنان
والامور ماشي بالاتجاه اللي نحن عم نفكر فيه. ليش عم بينقال في 20 مليون دولار شاريهم الضمان بس ما عم بيحركهم لصالح التعويضات؟ ما في شيء من هالهادي. وتسأل اداره الضمان واللجنه الماليه اللي عم تستثمر اموال الضمان، انما الواقع اللي بنقوله انه الضمان لحد هلا عم بيقوم بواجباته ان بالمرض والامومه او بالتعويضات العائليه او بنهايه الخدمه ما تلكأ باي لحظه الضمان على الايام بواجباته. طب بيقول لهم يترئسوا بس معلش، يعني في مجلس الاداره بالضمان من تيمته في خلل كتير كبير بالضمان. بنرجع عنده اموال بذمه الدوله مش عم تدفعله، الناس عم تتاثر. بنرجع للدوله، عم نطالب الدوله مطالبات مستمرة ما عم تدفع المستحق عليها. معقول يعني هالتخبط يؤدي الى اقفال هالمؤسسات والضمان اصحاب فلس؟ العمل كمان مش عم بيدفعوا المستحقات عليهم، انما الضمان عم بيقوم بواجباته. هلا بخصوص مجلس اداره، فلتبادر الدوله الى تغيير مجلس الاداره، هيدي بسلطه بايد وزاره العمل، لانه الضمان هو المكسب الوحيد اللي اخذته الحركه العمليه. صحيح. واليوم انه مخاطره بترتد عليها وعم نحافظ عليه باقصى درجات الحذر. نعم، يعني اليوم كمان نرجع لشكوى كبيرة طالعة حول التعويضات بالضمان، يعني مش عم بيقدروا ياخدوا تعويضات مثل ما لازم أو لازم تتخذ، يعني هيدي كمان مسألة كتير كبيرة. صحيح اليوم دكتور بشارة الأسمر الضمان بحاجة إلى عملية إنقاذ؟ الضمان بحاجة يمكن لاستنهاض مثل أي مؤسسة إدارية، بحاجة لمجلس إدارة جديد، بحاجة لملء الشغور بالضمان اللي يكاد يصل إلى أكثر من 60% من طاقته البشرية، ملء الشغور باللجنة الفنية. هيدا منقوله المكاتب إن سلطة، إنما خليني أقول لك إنه السلطة مش موجودة. شو؟ نعم، اتصال بينتهي بصفر 18، تفضل مين معي؟ صباح الخير مدام سيدي نوال. أنا نوال، بس أنا بدي أقول لك شغلة. من بعد الجواب اللي جاوبوا إياه للشاب، الشاب من ناروش أو من وين مكان، بتعرفي إنه الاتحاد العمالي العام منه اتحاد عمالي عام، اتحاد العمالي العام مرتبط بالزعماء، وبس يقولوا له ننزلوا على الشارع بينزلوا، وبس يقولوا له ننقرشوا نضبوا بالبيت بينضبوا بالبيت مثل التوتو. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك. عم برصوت لبنان، اتصالات عديده. خلينا ننهي اليوم مثل ما سمعت دكتور بشاره الاسمر، يعني الناس عندها موقف من الاتحاد العمالي العام لانه ما عم بيكون حد الناس. هيدا من واقع الاتصالات. اليوم حضرتك رجعت مره تانية على الاتحاد، كيف بدك ترجع تبني الثقه؟ خلينا نسال بظل اول شيء تعويضات لنا مقارنه مع الدولار اللي عم ياخذوها الناس بالضمان، يعني هيدي فضيحة. يعني سنوات من الخدمة بيعولوا على القرش الأبيض ليومه الأسود عم بيكون هيك. في مصروفين كتير كتار، يعني البطالة عم تسجل أعلى مستويات، في كمان أموال مودعين محجوزة بالمصاري، في ناس عم بتقن من الفقر من العوز من الجوع. اليوم يعني عندهم أمل بالاتحاد أنه هو يكون باب الخلاص لقلهم، يدق على الطاولة قدام السلطة، ينزل الناس على الشارع، ما بعرف يدعي. أنتوا بتعرفوا شو بدكم تعملوا. شو بدك تعمل؟ اليوم خلية نحل، خلية نحل للحفاظ على الضمان ومكتسبات الناس، للحفاظ على تعويضات نهاية الخدمة، وقريبا رح بيكون لنا مشروع بهالإطار وبيسمعوه كل الناس. الاتحاد رح يوقف مع المودعين بلبنان اللي كلهم عمال وفقراء أغلبيتهم. الاتحاد رح بيكون ضد الصرف التعسفي وضد الصرف الاقتصادي، ورح بيكون مع الناس بالشوارع. الاتحاد رح بيكون حاضر بكل الوزارات لمواكبة كل الأمور والتدابير اللي عم تتخذ لمعالجة الوضع اللي نحن فيه. هيدا اللي فيني أقوله. كيف ممكن الاتحاد العمالي العام يطلق مبادرات وأفكار جديدة بوقت ما بيقدر يجدد قيادته المترهلة والفاقدة الشرعية الشعبية، اللي طبعا أنه هي كرمز وطني لازم تعتبر؟ في استحقاقات ديمقراطية عم تحصل في حينه، فينا وانتخابات. إذا الاتحاد بغير قيادته فليكن، بيخضع للإرادة الشعبية الاتحاد. نعم، ما في مجموعة مكونات هي اللي بتنتخب، مكونات نقابية، فلتبادر إلى تغيير قيادة الاتحاد العمالي العام. بدي أعتذر من كل يلي عن جد اتصلوا فينا وما قدرنا أخذنا الاتصالات والفويس مسج. انتهت الحلقة، شكرا لك رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر.
بإطلالة أولى من بعد ما انتخب مجددا رئيس الاتحاد العمالي العام. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. بختم هاللقاء أطيب الأمنيات مني نوالي شعبو دليدا غانم والمخرج جورج العلية. إلى اللقاء.